أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الأمير ويليام دوك كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكنغهام الملكي بلندن. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأمير ويليام أشاد بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية.